ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه، احمد طالب مني دلوقتي الساعه 12. الساعه 12 او ايه ده؟ لما انا لخبط لي الساعه 12 بالليل دلوقتي. واستاذ احمد عايز تاكل ايه؟ رز بلبن. عايز ياكل رز بلبن. ينفع كده؟ وحاكم عليا ان انا اقوم اعمل له دلوقتي حالا رز بلبن. اعمل له ولا لا؟ اسمع كلامه. اسمع كلامك. ها؟ ماشي. شو انا بسمع كلامك اهو، انت كمان لازم تسمع كلامي. ماشي. ما بسمع كلامك وما تقولي لي افرش الفرشة بفيشة، وما تقولي لي حضر الاكل وحضر. والله واغسل مواعين بتغسلها و... ايه الكلام الجامد ده؟ يلا نروح نعمل رز بلبن. يلا يا جماعه تعالوا. استنوا بس قبل ما نبدا، اعملوا لايك واشتركوا في اعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نبدا. انا دلوقتي هساعد ماما في الرز بلبن، ويلا بينا. يلا. بصوا يا جماعه، احمد دلوقتي ما تخافش، حابب ان هو يساعدني، انا واقفه جنبك اهو. اصلي ميه في بنت وقع عليها بعيد الشر، بعيد الشر، وبنت ومامتها خدتها بالميت، وحد يساعدها. ماشي. ايوه اقف بعيد كده. بصوا يا جماعه، احنا حطينا هنا اللبن، هات ده كده نحطه هنا البوتاجاز. بصوا حطينا هنا اللبن اهو، ده كيلو لبن. ماشي. انا بعمله بطريقه سريعه، انا بعمله بطريقه سريعه بدون عك والكلام ده، انا بعمله في خطوتين اتنين. بصوا بحط اللبن اهو. هعلمك تعمل طريقه رز بلبن. ماشي يا عم الشيف الصغير، حط البتاع ده وانزل. حط الشيف الصغير. الشيف الصغير، انت الشيف الصغير. ماشي. حط بقى الحاجات دي، هات ايدك، سيبها سيبها، سيب المعلقه، سيب المعلقه. انزل انزل، تعالى تعالى، شوف صغنون الكاميرا. تعالى اقف هنا على الحوض، عند الحوض، عند الحوض كده وقف. خد كوبايه الرز دي، وخد ده كمان. ماشي. حط كوبايه الرز فيها كده. هات الكوبايه دي بقى، هات الكوباية دي. يا جماعة ماما سمياني الشيف الصغير. والله تبقى حلو، مية مية. هات بقى، هات الكوباية. يلا هنحط الكوباية دي هنا عشان هنحطه في قلبها النشا. بص بقى، هنغسل الرز ده. بس اقفل المية، اقفل المية. ليه؟ انت شمرتك مامك وعملت ليه كده؟ بس يا جماعة احمد، ها يا روحي، انت بتعرفي تعملي اهو، شاطر، برافو عليك. ها انا بوقع اليوز. بالراحه بالراحه، اعمله انا، اغسله انا. هات هات وانا اغسله. بص يا احمد، خد البتاع اللي انا جبت لك دي، احط لك في قلبها الرز. بصوا يا جماعه، احمد جبت له بتاع اهي غسل، حطوه هنا بقى تاني، حطوه تاني. ايوه فضينا بقى، هتعرف فضيه. سيبوا يا احمد بقى يتنع كده، احنا غسلناه وسيبناه في قلب ميه، الميه كده. حطه هنا، حطه هنا، هتعرف تشيلها؟ ايوه حطه كده. بس لا، تعالى بقى نعمل النشا في قلب الكوبايه. كل ده يا جماعه اللبن غلي وانا طفيت عليه. ماشي. ده تنفاي، تنعرفوا اللي على البوتاجاز، تنفاي قد كده اهو. لا ما فرش على البوتاجاز، نضيف. لا فار على الفار كده على الحاله بس. ما ماما احمد عامل ازاي؟ شمر كمامه، هو الشيف بيشمر كمامه. ماشي. معانا بقى ازازه ميه من غير عك وكلام كتير اهي، ازازه الميه. افتحها افتحها، ما بحبش اسلق الرز ولا الكلام ده، بعمله بالطريقه دي، كل حاجه على بعض كده بيبقى مش عارف. يلا حط الميه، حط الميه، حط الميه، حطها زيتها كلها. جنة جنة. ايه يا جنة، لسه ما نمتيش؟ لسه. يلا جنة روحي بقى نامي. صليتي؟ لا هو ايه؟ واحنا لحقنا. لا لازم تنام عشان هي عندها مدرسه الصبح. ماشي. لكن احنا هنقعد. وتوتا ايه؟ توتا عمالين يجربوا الحجاب. احمد هيعملوا كرز بلبن، احمد هيعملوا كرز بلبن النهارده. ماما مسمياني الشيف، الشيف الصغير. استنى يا احمد، استنى استنى. توتا هو احنا هنحط النشا فيه؟ النشا ايه؟ معلقتين تاني. حطيت ثلاثة أربعة خمسة. لا كفاية كده، كفاية كده، حطيت أربع معالق نص البوط. أيوه. حلو. إيه أنتوا كده هتعملوها؟ مالينا المية. عايزة إيه؟ مش أنا الشيف. يلا خد. هنقلب. هات هات هات. أنا هقلب، أنا هقلب. والله أنا حاسة إن الرز بلبن ده مش عارف يطلع بقى، يا ترى يطلع حلو ولا. هات يا حبيبي. استني استني استني. ده أحمد حط إيده فيه هيطلع، هيطلع جامد. بس وحش. استنى بس عشان نسى النسى النشا هتطلع تحفه. النسا هتقلبي مش هتعرفي يا تيتا. بصي انا بقى
ايه يا ستي كده خلاص احنا كده تمام كده لا النشا كده تقلي قبل ما الميه ما تغلى يلا هتعرف تجيبهم يلا استني بالراحه اهي هتنوني كده طب حط على الفرن يلا هات الباقيين هات الباقيين كله هات الباقيين لازم اخد 2 ب2 او بحط واحد مش لازم اخد ايوه صح علشان ما يتكسروا لا مش هنحط ده بالزبلة لا لو احتاجناه ما ممكن نحط ايه هات اللي هما دول ما انا هتقطعهم على حاجه كده لوحده ايوه دول بالراحه بالراحه توقع بقيه الكاسات لا حط تجيبها تعرف تجيبها الحاجات اللي فوق خالص دي انا عارفه ده من الخشاف اللي فوق ده تعرف تجيبها يا توتا طب مش هو عايز يجيبها طب استنى مش عايز مش هتصلى وحياتي يا بنت هتصلى شيلوني بس اهو يا اطفح والله انا بصور ولا اعمل ايه اهو هتعرف اهي 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 دي طقم الخشاف اهو فيه اهو اللي هناك ده لا اللي فوقيه دول لا احمد هتكسره انزل وانا هجيب انزل انزل يا لهوي استنى نحط ايه اوعي يا توته احمد ده يا جماعه كان كسر الباقي احمد هو اللي كسره برضو مش عارفه اكسر حصل لا رجع الطبق ده مكان رجع مكان يلا يا توته سقيت الرز نجي وفاي استنى انا حسيته لا لا عشان بص بتاع بص بيطلع بخور جامد ايدك مش هتعرف سقيت مش هتعرف انت هتعبي معايا في بخار جامد والله يا احمد خايف على ايه وعي ماما تعمليش بس بقى امشي انت بقى عشان كده اللبن بقى حامي هيقع فوق احمد امشي بقى من قدام اللبن حامي يعني ايه حامي تخليني اعمل حاجه مش راضي خليك اعمل حاجه ايه ما توتا حطت الرز علشان الخطوه ديك ما ينفعش غلط عليك انا الشيخ الصغير انا الشيخ الصغير يا ما تحطوش كله كده هو ده نص الكيس اصبر بقى استنى يا فين لو عايز سكر تاني نبقى نحط السكر يا جماعه اهو والرز قرب يطير بصوا يا جماعه لقينا عندي ده الفانيليا الحمد لله لقيت واحد انا بحط 2 بس يلا اخد افتحه وانت تحط ماشي ماشي استنى استنى لحد انت ايه لخمة دي بس اهو اقلبها حط طلب هو فعلا اصلا ده مش وزن غلط خالص بس حلو كده حط ده في الزجالة يلا انت المساعد بتاعي يلا روح انا المساعد دلوقتي يا جماعة معانا النشا اهي النشا لازم نقلبها كويس كنت عايزة احط النشا واحمد كمان عايز يحط النشا طب خلي بالك فكره حلوه انا هحط شويه نشا طيب ماشي خلاص استنى يا استنى استنى انت تحط شويه وانت تحط شويه يلا يلا حط يا حط ادلق شويه الباقيين بقى يا جماعه بقى بعد ما رز بلبن نفسي اكله بقى رز بلبن يعني كل ما ده بيتقل انا ما بحبش الرز كتير يعني بقى النشا بقى كده يعني خلاص بقى يوسف زي ما بقى ممكن اتكلم استنى يا عمي ايه ده خدنا البوتاجاز وهدلنا الدنيا وكده تمام النشا بقى نقلب شويه عشان النشا تطيب النشا على نوت كده بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه ماما دلوقتي بتحط رز بلبن دلوقتي طاب وبعدين بقى بنحطه محتاسه امك محتاسه بصي يا اخويا اهو اختي عمال يقع كنا جبنا منديل ايه رايك كده في الرز بلبن يا جماعه عملت الطاجن ده كمان اهو هدخله الفرن عشان يبقى عليه الوش كلهم مش عليهم الوش من عندنا هحط عليه زبده ويبقى رز معمر مسكر صح يا احمد مش انت بتحبه احمد بيحبه ايه تاني ماما بتعمله لنا في زمان حدد بلاتي ده خشب ايوه بس اتكسرت طاجن هنحطه بقى في الشوايه ولا نتعرفه وراه بس طاجن كبير طاجن كبير يا جماعه شكل الطاجن بعد ما طلعته من الفرن طعمه حلو مسكر عجبك يعني طلع حلو ولا طلع عك لا حلو يلا بقى في الاخر عملت لك يا عم اللي انت عم. ايه بس ايه هو احنا هنقوم مع سامي دلوقتي احنا هنقول الحمد لله الرز بلبن طلع حلو تمام اشتته في التناوت فعال الدايز واعملوا لايت وهننزل لكم فيديوهات تتيله مع السلامه مع السلامه يا جماعه ما تنسوش اهم حاجه اللايك وتشتركوا في القناه اللي ما اشتركش وكمان قولوا لنا ايه رايكم قولوا لنا ايه رايكم في الفيديوهات اللي احنا بنقدمها لو الفيديوهات عجبكم قولوا لنا في الكومنت لو مش عجبكم برده اي تعليق سلبي مش مشكله اكتبوا لنا برده تحت في الكومنت مع السلامه مع السلامه.